انا ما كنتش فاهمه كيفاش خاصني ندير كاستينغ عند من مع من زعما غنهضر وشنو. فكان الحل الوحيد عندي هو انني ما كنتش عارفه حتى لي زاد غير زعما عند من صيفط. كنت كنتفرج شي مسلسل كيعجبني، كنت كنحمق على عزيز محمود الله يرحمه وسالي، فكان كيسالي الجينيريك وكنت كتبان لي ديك الاذاعه وديك الشيء كنكتبها وكنمشي وكندخل. حتى واحد من اخباره صاحبتي الوحيده اللي عارفه انا ممثله موهوبه احبكم كثيرا فارجوكم، باغا شي واحد يتبناني وكنقولها زعما كنهضر من قلبي. فكنت كنصيفط 30 وقيله ولا 40 كنجمع الفلوس باش نجمع 5 دراهم باش ندير التامبر وجيرينا وجيرينا. مي كانوا طرائف زوينين دائما كنقولها بغيت نعرف هذوك البريه ديالي فين مشاو، شي حد ولا واش راه يمشي وراه كيمشيو غير هكاك. اذا صباح، فبطبيعه الحال انت فنانه اللي كيعرفك الكبير والصغير في المغرب عن طريق سلسله مداوله اللي بطبيعه الحال عرفت واحد النجاح كبير. شحال من سيزون دابا دازت؟ تقريبا انا بديت معهم من 2008 2009 2008 2009 ولكن غنتكلموا بيتيتر على السينما. واش ما شفتيش ان التلفازه خلاتك حبيسه التلفزيون وما خلاتكش تمشي للسينما؟ لا بالعكس، شوفي انا السينما خدمت فيها بزاف. يمكن دابا برنامج مداوله خلى واحد التاثير على المشاهدين بحكم ان كيشوفوا الناس بزاف وهذه. فالمشكله ماشي مشكله، بالعكس انا كنعتبرها شي حاجه زوينه، دخلت القلوب ديال الناس، عرفوني ناس بزاف، قربتني مداوله من الناس من الجمهور المغربي سواء خارج المغرب او داخل المغرب. ف واخا كنخدم افلام سينمائيه يمكن مازال ما خدمتش افلام يعني بطوله، ولكن ادوار ثانويه وينين في المستوى. مي دائما هذاك البرنامج والادوار ديال المداوله هما اللي مؤثرين، هما اللي كيخليو الناس يبغيوني، هما اللي فين ما مشيت واخا نخدم مسلسل بحال دابا العام مشيت رمضان اللي فات كنت خدمت واحد المسلسل الغريبه كانت عندي فيه بطوله، فكنخرج مداوله تبقى حبيسه النجاح ديال المداوله با جوستومون. ولكن شوفي انا كنعتبرها بالنسبه ليا نجاح من واحد الميزه من واحد الجهه اخرى، لان الناس ملي كيبغيوك كيبغيوك في هذيك الصوره، بغاوني بهذيك التلقائيه ديالي بهذيك الشعبيه ديالي بهذيك القباحه ديالي اللي دوزت مداوله. حيت مداوله من 2008 لعبت ادوار بزاف، لعبت كاع الادوار، قتلت وذبحت وطلقت ودرت كل شيء، فالناس اثروا شويه سي بور سا وجدا جوستمون.